الحين احنا تونا طلعنا جربنا السيارة، شفتوا بعينكم الحرارة شلون نازلة، وهم بعد شوفوا الحين شلون الحرارة مو نفس قبل، نازلة. قبل كانت فوق الشقطة الثانية. بوريكم الحين شغلة، ترى السيارة ما طفيتها وطلعنا عليها تقريبا يمكن نص ساعة بالشارع. شوفوا بوريكم الشغلة اللي راح تنصدمون منها. ضبط ما في ضبط. الحين بفتح وياكم الراديتر، شفتوا يا شباب ما في ضغط هواء ولا حرارة. هذا الحلو فيها، يعني انسى الحرارة انساها، ومع المراوح بعد اللي مركبها عند اخوي ابو عمر يعني راح انسى سالفة الضغط والحرارة. هذا بعينكم السيارة شغالة وتوني جاي منها وفتحت الراديتر، ما في ضغط ولا في حرارة. سلامتكم.